الدستور بتتكلم على ان الشناوي ومروان واشرف يطلبون المساواه مع الحاوي. ما حصلش الكلام ده، وانا تواصلت مع اللعيب من الثلاثه من غير ما اقول اسمه، قال احنا ما فيش الكلام ده خالص بالنسبه له هو، يعني من غير ما اقول اسم اللاعب قال لك لا انا ما تفاوضتش على ان انا اتساوى بحد ولا كلام من ده. فالفتره الحاليه عشان فيش اخبار، فالكل بيحاول يخلق اخبار، الكل بيحاول يستنتج اخبار، وده جزء من الاجزاء او ده شغل طبيعي جدا في الصحافه، مفيش مشكله، كل الاحترام والتقدير للاجتهاد يعني. الجزئيه بقى الثانيه اللي عايز اكد عليها مع حضراتكم، وهي بخصوص شروط فايلر للتجديد. بيقول لك الشرطين بتوع فايلر ايه؟ ابقاء الجهاز المعاون. تمام ماشي، فايلر الجهاز المعاون ده اكيد، الراجل حتى في تصريحاته كان قال الجهاز المعاون انا مبسوط معاه جدا، ناس كويسه، الجهاز المعاون الاجنبي معاهم الكابتن سامي قمصان. الجهاز الاداري ده بيتعلق ممكن يكون بمجلس الاداره، مش شرط، او الله اعلم مستر فايلر بالنسبه له ايه يعني، برضه عشان ابقى صريح مع حضراتكم، لكن كل ماشي بشكل كويس سواء جهاز اداري او جهاز فني. فالحته دي خلاص مش هنقرب منها يعني، محدش يتكلم فيها يعني. لكن فيما يتعلق باصلاح التتش وان ده شرط من شروط فايلر، لا مش شرط من شروط فايلر، ما شرطش كده اطلاقا يعني. ما قالش للناس في النادي الاهلي يا جماعه لو ما صلحتوش التتش انا مش هجدد، لا ما حصلش والله الكلام ده خالص خالص خالص. وبالمناسبه يا جماعه مستر فايلر تاني عايد على حضراتكم، ما بيتواصلش مع اي حد من الصحفيين، ليس تقليلا من احد، ولكن هي سياسه الراجل كده، هو بيقيم جدا وبيقدر جدا شغل الصحافه والاعلام يعني، بيقيمه لابعد درجه، لكن في نفس الوقت هو ليه استراتيجيه في التعامل، فهو ما بيتواصلش مع حد يعني، ما قالش لحد خالص شروطه، كلها امور بتبقى داخل المفاوضات يعني. بالمناسبه المفاوضات ماشيه بشكل كويس وان شاء الله